بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نريد بإذن الله تعالى أن نتدارس في هذه الليلة المباركة ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من أن السعادة تكون بأمور ثلاثة. الأمر الأول أن العبد إذا أعطي شكر، والأمر الثاني إذا ابتلي صبر، والأمر الثالث إذا أذنب استغفر. هذا السعيد. فالسعيد تراه عند النعمة شاكر، وعند المصيبة صابر، وعند المعصية مستغفر. هذا هو السعيد. ولو تنظر في أحوال الناس في هذه الأيام تجد أن الناس لا يخرجوا عن هذه الأحوال الثلاثة.